عنك. اوكي ميرسي قوي. وده كمان لو سمحت. حاضر. ميرسي. مصري؟ جدا. باين. قريتك. فرصة سعيدة. أنا أسعد. أنت كمان قاعدة هنا؟ ده إيه الصدف دي؟ اسمي نهى عرفات. عندي بيوتي سنتر. بسافر أوروبا على طول. أدور على أحدث الكريمات والبرفيومز وأي حاجة يحتاجها البيوتي سنتر عندي ويخليه مميز في خدماته. أنا بحب قوي الناس اللي بتتعب عشان تكون مختلفة. الاختلاف سر النجاح. أمال؟ أنت بقى مش هتعرفني على نفسك؟ على الأقل عشان ما أحسش إن أنا رغاية قوي كده. أنتِ؟ لا طبعًا. أنا اللي فاتت عليا الحكاية دي. شوفي حضرتك، أنا اسمي عمر صلاح الدين طه، شغال فني تركيب كاميرات ونظم مراقبة. لا ما تقولش. ما أنا قلت خلاص. وفي إيه؟ أصلي كنت بدور على أي حد يكون بيشتغل في المجال ده. عاوز أجهز السنتر عندي بكاميرات المراقبة دي. تعرف أنا بسافر كتير قوي، مش عايزة البنات اللي بيشتغلوا عندي يطمعوا فيا عشان على طول مش موجودة. المال السايب يعلم السرقة. أنت هتقولي ليه؟ بس المشكلة بقى إن أنا مش لاقية أي شركة من الشركات دي. تعرف عددهم قليل، مش عاملين دعاية كافية لنفسهم. ممكن ثانية؟ طبعا. ميرسي. بص ده عنوان البيوتي سنتر عندي، والنمرة دي بتاعتي أنا اللي برد عليها بنفسي. ده كتير كتير. هستناك تكلمني امتى؟ اخد بس نفسي من السفر وهكلمك في اقرب وقت. مش هتنساني؟ انسى؟ في حد ينسى لقمه عيشه؟ ده حتى النعمه تزول. اكشف لي على العربيه ملاك القاهره رقم 931105. انا مش عارف كامل اخويا ما جاش يستقبلني ليه؟ مع اني مأكد عليه ميعاد الوصول. بالذات في مصر المواعيد مش مؤكده. انا مش عارف اشكرك ازاي. خلي ضميرك يفضل يزن عليك كده عشان ما تنساش تكلمني تيجي تركب الكاميرات بسرعه عندي في السنتر. اه بالمره تعرف العنوان عشان يبقى سهل عليك. بذمتك بعد اللي انا شايفه ده ينفع اتاخر؟ قريتك. وصل عمر بي ودي شنطة على البيت وارجع لي. فرصة سعيدة قوي. أنا أسعد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. باي. ما يصحش عمر بي تقعد جنبي يا راجل ولا بي ولا بتاع. صلي على النبي. بنت حلال قوي المدام. الحمد لله على السلامة يا مدام. الله يسلمك يا رباب. هاتيلي كشف الإيراد. أوكي. الو ازيك يا حبيبتي؟ انا وصلت بالسلام. خلصت الاجراءات وجيت على البيوتي سنتر على طول. اما جوزك ده ايه؟ طلع سكر سلاني طول الطريق. لا اطمني يا حبيبتي. قعدنا ورغينا واتكلمنا واحتمال اشوفه قريب قوي كمان. عرفت لك مكان الجرسونيره بتاعته. منك انت. خلاص اوكي اتفقنا. يلا باي. ببوسك.
ثانية واحدة. ادخلي. اتفضلي يا فندم. ميرسي. بس على شمالك هنا البيت اهو. دقيقتين بالعدد يا جابر، مش هتأخر عليك. حضرتك خد راحتك، المدام قالت لي واد عمر بيه مطرح ما هو عاوز. يا عيني على الطاعة العمياء. خد يا سيدي سجارة. اللي أقول لك خد العلبة كلها، هي مش خسارة فيك. متشكرين، والله ده كفيك. افتح لي الشنطة. حاضر. دقيقتين بالعدد. انت اللي وحشتني يا عم، انت اللي وحشتني. يالا اخبارك ايه؟ طب ما تتفضل يا استاذ عمر. ربنا يخليك يا استاذ عثمان. هم دقيقتين بس اطمن فيهم على علي وامشي على طول. طيب خليكم براحتكم. وحشتني يالا، وحشت ابوك. شفت؟ شفت ابوك جاب لك ايه؟ هديه ايه بس؟ طمني عليك الاول. يعني اكلك يالا؟ اكلك ايه اللي مضى دي؟ ايه الكلام الكبير ده يالا؟ مش تفتح الهديه تشوف ابوك جاب لك ايه الاول؟ افتحها بعدين. تقيل زي ابوك. طب انا كويس يا سيدي. ممكن بقى انا اللي اطمن عليك؟ عامل ايه يا علو؟ مفيش، انا من المدرسه للبيت ومن البيت للمدرسه. يا عيني على الاستقامه، امال عايز تروح فين؟ انا بتكلم على المذاكره. ها؟ مدرسه، عايزك تطلع الاول. يعني انت عايز تفهمني اللي انت كنت بتطلع الاول وانت قدي؟ ايه الكلام ده؟ تعالى. انت حد قال لك حاجه غير كده ولا ايه؟ خليني ساكت. ايه اللي خليني ساكت يالا؟ ما تنطق. قصدي ماما قالت لي ان هي سابتك عشان انت ما كنتش بتذاكر وبتسقط. يا بنت بتسقط؟ ما عشان كده يا علي بقى انا عايزك تذاكر، عشان ماما ما تسيبكش زي ما سابتني. طب ما تيجي تذاكر معايا عشان تنجح وتعيش معانا. يا حبيبي يا علي، يا حبيبي يا علي، ما أنا بذاكر مذاكرة تانية بقى علوة. ادعي لي إن أنجح. يا رب تنجح يا عمر. يلا يا دوي. بس خلاص بقى جابر الشارع اخر سد. خلاص دي باب البيت اهو. باب البيت اهو. الله يكرمك. العب. مش ده الاستاذ عمر؟ وعربيه كمان. طب سواق ما تيجي نسلم عليه. يلا اتفضل معانا يا جابر، تشرب حاجه او تاكل حاجه. جد والله يعني. متشكرين يا عمر بيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بالسلامه يا استاذ عمر. الله يسلمك عم جرجس. الحته كانت مظلمه من غيرك يا عمر. ما تقولش كده يا استاذ المحاسن. مظلمه بيك.